الله ما بيجي من حدا على فكرة، والله ما بده أصوات، انتبهوا. والله لما واحد يكفر ما زي ما قال موسى إيه، فإن الله إيه هو الغني الحميد، قال تكفر تكفر في 60 داية. ورب قال يا عبادي لو أن إنسكم وجنكم وأولكم وأخركم كانوا على قلب أفجر رجل واحد منكم لو فرعون ما نقص ذلك إيه من ملكي شيء، قال في 60 داية قال تروحوا أنتوا عبادتكم ما يهمنيش، قالوا الله لأنه غني عن العالمين يا أخي. لذلك أنا بقول لك حتجد في القرآن صراحة ووضوحا سننيا دستوريا قانونيا بس قانون إلهي لا تجده في غيره، حتقولي في السنة ولا في السنة، لأن السنة فيها كذب كثير على رسول الله، فيها كذب وتأويلات دسوها. القرآن ما فيه دس بفضل الله عز وجل، ففيه صراحة غير عادية. الله قال هيك لما تصيبك مصيبة، قال بتكون غيرت وبدلت، فتش نفسك. أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا، ومين قالوا أن هذا؟ الصحابة. إيش الجواب؟ قل هو من عند أنفسكم، ما قال لهمش عسى أن يكون خيرا كويس أردت بكم الخير بطريقة، ما قال لهمش هيك إن شاء الله بكون خير، لكن ما قال لهمش، قالوا لا منكم مش هم المخالفة، خالفتم ما في لعب، ما في استثناءات يا جماعة. طب ما في استثناءات لرسول الله وجماعة الصحابة؟ ما في استثناءات، في قوانين وسنن. إذا قصرتم تقصيرا ماديا تقع راسكم، أنا ما أمرتكم بالتقصير، أنا قلت لكم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. واحد مر زمان من الإخوة هذول اللاذنيين جنب بساو قال لي طيب يا شيخ، قال لي يا أخي نحن أعددنا وخلاص. قلت له ما شاء الله، وتفكر نفسك انفصلت عن إيه؟ عن العتب الإلهي. الله سيقيمك بين يدي، سيقيمك بين يدي ويقول لك لماذا ترتضي أنت يا مسلم، ومن أجلك بالذات أنا خلقت السماوات والأرض وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. من الذي يزعم الآن أنه يعبد الله حقا وفعلا؟ المسلم. نحن الأمة الوحيدة تقول لا إله إلا الله، شرف إلا لأنك أنا مغتاظ وأنا حزين، لكن سأبقى أدندن حول هذه الموضوع إن شاء الله إلى إيه تخرج إيه نفسي بإذن الله تعالى. لا نريد توثين الدين، أترك الوثنيات الفارغة باسم التصوف وباسم التشيع. والله العظيم لا عبادة للأولياء، لا عبادة للمقبورين، لا استغاثة بهم، كل كلام فارغ هذا، والله توثين أقسم بالله، وردها عن دين الله، تخريب آخر الدين، تجويف للتوحيد، جوفوه، ذهب التوحيد يا أخي، ما صارت لنا علاقة بالله. أنا لا أريد لا الصالحين أحياء ولا أمواتا، أنا أريد الله، وطريق الله مفتوحة لكل واحد، والله يدعو إلى دار السلام. الله بدعيك يا أخي، وقال لك أنا أدعوك يا عبدي تعال. يقول يا رب لا، بس أنت قلت ما تجيش إلا خلف واحد اسمه سير، كذب، ما قالش الله هيك، قال فإني قريب أجيب دعوة الداعي، ولا حتى خلف أي إنسان مهما كان، تأتي وحدك بإذن الله تعالى. والنبي قال لفاطمة وقال للعباس وقال لصفية اعملي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا. ابن نوح راح في 60 داية وهو أبو نبي، ما ينفع الكلام هذا، هذا قرآن كفى تجويفا كفى توثينا للدين، تحويل التوحيد إلى وثنية باسم الدين لا يجوز، لا يجوز، هذا الدين الصحيح. طيب فأنت أمة الآن تزعم أنك تعبد الله وحده، صح الحمد لله إن شاء الله نكون من الذين محضوا الله التوحيد وجردوا الله التوحيد الخالص لله لا لأي شيء آخر، والله العظيم لا لمكاسب معنوية ولا مادية ولا رمزية ولا لأي شيء، لأنه هذا حقه يا أخي، لا إله إلا هو يا أخي. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ حق هذا يا أخي لله، حق الله على العباد، خلقك من عدم من لا شيء وسواك وعدلك وصورك وأنعم عليك لحد الآن هي قاعد تسمعني واسمعك، من إيش هذا كل، من وين جبته هذا؟ أن تعبده لا تشرك به شيئا، إياك وكل النزعات الشركية، إياك والتجيء والكذب على الله بأي طريقة، حقه هذا، أعطي حقه صافيا خالصا. ألا لله الدين الخالص، أم صحيح الدين الواصب، نعبد الله فعلا بإخلاص أيها الإخوة، مطلوب هذا ما في لعب. طيب فالله بيقول إيش إذا كنتم تزعمون هذا وأنتم من أجلكم، أنا خلقت الدنيا خلقت السماوات والأرض سخرت كل شيء من أجل أن تعبدوني أنتم بالذات يا أهل توحيدي، لماذا ترتضون لأنفسكم أن يكون طوقكم واستطاعتكم سيف من خشب أو قنابل مولوتوف أو صحيح، أو أن تفجروا أجسادكم الغضة الطرية، وأعدائي وأعداء دينكم أعداء الحق من اليهود والنصارى والصهاينة وكذا المجرمين في الأرض لا عندهم الهيدروجيني وعندهم الذري والدبابات والصواريخ والمناطيد والهاب سموها الأبوت هذه اللي هي الغواصات النووية أشياء مخيفة وحرب النجوم، حد يقول لي يا هذا شيء بعيد، أي شيء بعيد؟ إذا لا تستعجل معركة يا حبيبي، مش وقتك هذا تندحن، أنت قاعد مش معركتك هذه،
انت حتى يشتد عضدك يا بابا، بلا هبل، ما تنحرناش معاك، نحر الأمة الإسلامية كلها يا أخي، عاملين لي غزوات، قال في منهج كان الفارغ ومدريد والكيان الفارغ، هذا ايش هذا؟ مش وقتك هذا، ولا تستطيع يا رجل. هم هذول لو شاءوا، لو أرادوا هيك جنوا أن الآن يبيدوا الأمة الإسلامية، أيها يفعلون عادي والله، يبيدوا أقسم بالله في 24 ساعة ما يبقى حتى مسلم على وجه الأرض بالذري، تك 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 تك، ما هم ضربوها في اليابان، ها علموها الأدب عادي، ولا نستطيع نفعل شيئا، ولا يخافون عقباها يا أخي، والله ما لنا من ثار إلا عند الله عاد منهم، ما عندناش إمكانية، لماذا ننتحر؟ لا تلقوا بأيدكم، هذه فعلا تهلكوا حقيقية الآن، فالله حيتعب علينا. يعني أنت كمسلم وعامل لحالك أستاذ العالمين وتؤدي الشهادة على الدنيا وعلى مش عارف إيه ورقم واحد أنت، وبتحارب بسيف من خشب قدام الهيدروجين، أنت هبل؟ أقول لك أنا أمرتك بهذا؟ أنا أمرتك بهذا؟ محمد ما كانش هيك، محمد أخذ العدة اللي فعلا من بنفس الكيفية اللي كانت عند أعدائه، وأنا صحيح ممكن بتفوق عليه إيش عاد؟ في الكمية، هو عنده مثلا 20 فرسا، هم عندهم ايه 200 بس افراس برضو، في عندي عندهم سيوف، عندهم 1000 سيف، انا عندي ايه 400 سيف، ما في عندي، عندهم 1000 رمح، انا عندي 200 رمح، عندي وانا صحيح. انت الان على فكره لو دول اسلاميه مثلا نفترض تمتلك قنبله ذريه، يستحيل اسرائيل تفكر ايه في ضربها، خلاص انتهى خلاص، وانا صحيح بالذري يستحيل، لانه وعشان هيك بسموه سلاح الردع ايش المتبادل. يعني روبرت اوبنهايمر ابو القنبله الذريه، ابو مشروع مانهاتن كله، هو هذا، هو اللي سرب المعلومات للاتحاد السوفيتي، ليه سربها؟ ضميره مزق، والزلمة على فكرة اخته اختل ومات مختلا، ما كانش طبيعي، ضل مختل إلى أن مات مسكين من اللي صار، جريمة كبرى في حق الإنسانية. هيروشيما وناجازاكي جن جنونه، لكن أنا التزمت في هذا الكلام، لماذا أخرجت الشيطان؟ قال المارد من قنقم، قال بئس هذا العلم، قال اللي أنا إيه عملته، ضميره أنب جدا جدا جدا، ويهودي هو أمريكي، فراح سرب المعلومات في الاتحاد السوفيتي، ليش؟ عشان يصير في ردع متبادل. بعد هيك تمتنع أمريكا تضرب الناس بالذري، وفعلا امتنعت تضرب، أنا بضربك كمان، ممتاز. فالمسألة مش أنه عند إسرائيل 250 رأس، ما يهمنيش، أنا عندي رأس واحد، هي فيها ربع رأس حتتدمر صيب الكامل، ولا مش صحيح، انتهت. فردع متبادل، اعمل يا حلقل، عد نفسك شوية، عشان نكون واقعيين، الأمة حين تكون مهدية وصالحة بإذن الله، مش صلاحا دينيا محضا، لا صلاحا دينيا رقم واحد، وصلاحا دنيويا كمان، صح؟ تمتلك العلم والنظم والحداثة والتكنولوجيا والنظم حتى الجيدة، نظم الحكم الجيدة، ما بديش أنا لا أود ولا بدي أسمع كمان فكرة أنه يجيني خليفة يبقى طول عمر، لأنه عمر ظل طول حياته، هذه سوابق تاريخية، هذا سياستهم في وقتهم، إحنا اليوم عندنا إيه وضع مختلف، عندنا سياسات أرقى وأدق يا جماعة، مفروض عندنا سياسات أدق وأرقى، ما بدي أنا بالعكس، أنا بجيب خليفة بنتخبه لأربع سنين لعشر سنين برضو عنده مدة، وبحط كمان في الدستور متى يمكن أن يعزل هذا الخليفة، ما فيش شيء واحد اسمه مدى العمر، ما فيه لكن ممكن نقول نسمح له أن يبقى إيه مثلا ثلاث أربع دورات إلى أن يبلغ سن إيه 60، لابد أن يكون عنده دراسات علمية عصبية، وقتيش الإنسان بيبدأ يخرف، بيبدأ يضعف، بيبدأ ينضحك عليه من جماعته من مراكز القوى، إيه بعد 60 ممنوع، بعد 60 ممنوع، وممنوع حتى يترشح رئيس بعد 60، ايش رايكم هيك مثلا؟ كنا فلسفتنا الخاصه بصراحه، بجوز واحد اهبل زي السن رئيس عصابه حقه في دوله يدمرها بالكامل، بديش، بدي واحد واعي شاب من 45 الى 60، كويس هذا فتره راقي فيها هو، وتحت 40 ممنوع يكون رئيس، ممنوع من ولد صغير يكون مراهق، هذا ما بدي، بعد 40 من 40 الى 60 سيدنا عمر الخطاب على فكره هو نفسه اللي اعطانا الفكره هذه، بعد ما قلط 60 دخل، هو مختلف طبعا في سنه يوم توفي بفارق على الأقل 5 سنوات في كتب الرجال، على كل حال خلينا نقول بعد 60 انتهى من الحج، كان في حج ورجع، فاتجع على بضيحان من رمل هكذا وقال اللهم على سني، قال كبرت أنا تعدى 60، على سني ووهن عظمي وعصبي وانتشرت رعيتي، قال صرت ضعيف، أنا بدي أشعر بالضعف، ضعف الروحي والنفسي كذا، مش زي اول طبعا كبر، فاقبضني اليك غير مضيع ولا مفرط، يقول الرواة ما مر عليه اسبوع حتى طعن قدس الله سره، مش زينا الواحد بخده منصب بده لما يكبر صار عمره 100 سنه وهو قاعد فيه، لا قال لا ما بدي، قال خلاص عملت علي لحد 60 كافي، ما بدي افرط. سيد عثمان شفت انت ايش عمر لبعد 80 كثير صار في خربطه في اخر حياته، كثير كثير كثير، مش لأنه بده خربط، هو ذو النورين هذا من 10 مبشرين اللي حوله مراكز القوى
بنو مروان هذول بنو أمية والعياذ بالله منهم يضحكوا عليه يكذبوا عليه يأتي علي ينصح وينتصح يجوا عليه هم يقلبوا عقله لأنه خلق كبير في السن حتى لو كان هي صحابي كبير في السن ولا مش صحيح يعاني ضعف مش معناه هو ضد الإنسانية ضد القوانين البشرية هو صحابي يعني معناه حديد يعني مصنوع من حديد بشر هو يضعف افهموا لازم نفكر بطريقة علمية فنرجع إلى موضوعنا إذن فبقول الأمة لما تصبح مهدية بإذن الله تعالى أنا حتى حينتها ما عندناش مشكلة أن نقول إيه يبرز فيها واحد أسميه المهدي وحيناسب وحيخطف الثمار لأنها مهيئة لهذا أي به أو بدونه إيش رأيكم به أو بدونه ولا مش صحيح الشعب الأمريكي هذا الحين اللي عمل حضارة من لا شيء في أرض ولا فيها شيء عمل لك شيء رهيب هذا بعث فيه نبي يعني بعث فيه مهدي مخلص إرادة وفكر وفلسفة استعمار رهيبة للأرض عملوا حضارة مخيفة الآن حضارة رقم واحد في العالم من ناشي أفكار فظيعة بعرف نعيم عاد وماكس فيبر جاء بده فلسفة القصة دي كيف لك هذا هذه الرأسمالية على أصولها دعمها الفكر البروتستانتي الفكر الخلاص الدين البروتستانتي هذا يرى أن الخلاص في الدنيا مش في الآخرة مارتن لوثر قال لك الخلاص في الدنيا الجنة في الدنيا الإنجاز في الدنيا تتخرب يا الله بالعمل تتخرب يا الله بحرف في الأرض بزراعتها ببناء مصنع بفلوس هذا قال قربة يا الله مارتن لوثر قال هيك بدي طلع أنت عندك أمة جديدة خالص وين ما تروح هذه الأمة سبحان الله تعمر الأرض وتستولي عليها والنموذج الأول أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بروتستانت هذولا واسب هذولا الزنابيب بسموها وايت أنجلو ساكسون بروتستانت فظيعين وين تلاقي دولة يضرب عليها الكاثوليك تلاقي فيها تخلف تقني سبحان الله أقل ما في كلام هذا ما في ماكس فيبر انتقد هذه الشغلة ولحد الآن صحيحة تلاقي دولة يعني مزيج فيها بروتستانت فيها كاثوليك تلاقيها وسط كمان مش رقم واحد ألمانيا مثلا بروتستانت ما في فظيعة فظيعة النمسا كاثوليك أكثر متأخرة عالة على ألمانيا تستجدي يختلف الأفكار المبادئ الطبيعة طبيعة الإقبال على الحياة كيف المبدأ خيلوا هذا فكر فقال الأمة الإسلامية إذا ما بتغير فكرها وعقليتها لا يمكن ولا بنفع فيها لا مهدي ولا عمر الخطاب ولا صاحب الدين كلام فارغ يا جماعة الآن لو قعد عمر والله يبقى الحاج فيكم قصب الله حينتحر حيجيب حبل يشوف حاله عمر فيها حينجن الأمة هذه حيطلع له واحد شيخ يقول له لا وين دليلك يا عمر هذا ضعيف عنده يقول لا هذا صحيح متواتر حيهبلوه مش انتوا حيلاقوه 50,000,000,000 شيعة وحزب وفرقة وكل واحد عامل له شيخ وإمام وشيخ طريقة عنده طريقته في فهم الدين كله زي صار وعلى فكرة بين قوسين والعرب بالذات هذا ذبحني فكرتي العرب بالذات بتلاقي الأتراك على الأقل بيحترموا علمائهم الخوجة الخوجة هذا خوجة أقول لك احنا كلنا خوجة طب أنا خوجة لي 40 سنة في العلم هذا امبارح جاء من الكلوب لا صار خوجة برضو طب أنا 40 سنة عندي يا حبيبي وفي مميزات مثلا أنا بقرأ في الساعة مثلا 200 صفحة بقرأ في اليوم مجلد 2000 صفحة وبستوعب كله أنت بتقرأ في 10 سنين لا بدنا أنت خوجة وأنا خوجة اللقب واحد بينا أنا شيخ وأنت شيخ يا أخي 40 سنة في العلم أنت لك سنتين بكون في الكازينو مش مشكلة مين هو عدنان وغير عدنان هذا مين القرضاوي ومين الموت شيء عبد يا أخي إيش الأم المجنونة هذه لأن لسنا جادين إن نعرف الحق ونعمل بالحق جادون أن نخدم أنفسنا كل واحد بده يخدم حاله بده يرفع خسيسته إني أنا شيء إني أنا الاعتبار إيش القرف هذه أخي العرب بالذات فيهم الشغلة هذه أخي تانيين كلهم في تواضع ولي منهم أحلى منهم وأحلى وفي بتلاقي الأمور أحسن حتى الأتراك كلها بشريعهم أنجح منا صحهم كثرة بس أنجح حتى أي إمام مسجد عادي واحد قال لي يا شيخ عدنان ونجدك الله في رمضان هذا هاي قعد معنا احمد زيهم قال لي بتعرف انت في شيخ تركي قال لهم اذا لم تجمعوا مش عارف كذا وكذا مش عارف 100,000 و200,000 في رمضان هذا قال لهم لنا امكم قلت له اهبل انت قلت له انا اعمل هذا قلت له انا عدنان ابراهيم الحمد لله اللي بخطب خطبه ساعه كامله تلخيص يمكن 1000 صفحه كل اسبوع ولا واحد بيقدر يخطب زيها انا اقول زي هيك قلت له انا اشهد بالله حيقوم لي من 700 واحد 500 يقولوا في 60 دقيقه أنا ما أعرف العرب بعرف كيف بفكروا يعني أنت بتتجخط علينا يعني بتمنن علينا مع السلامة يا عدنان إبراهيم حيقولوها وبعرف كيف بفكروا أنا العرب لأن أمة من الداخل موبوءة مريضة أمة مش عادية يا أخي مش طبيعية بيجي بسمع محاضرة زي هذه بيستفيد 500 معلومة جديدة ومعلومة واحد فكرة غلط يقول لك شيخ يا أخي مش عارف قلت في الشغلة هذه مش محقق زلمة ما شاء الله عليك أمة ما بعرف تعفنت أنا هذا مجنني ولابد أن نصارح أنفسنا والله العظيم يا أخي لابد أن نصارح أنفسنا ما نحن إيش قصتنا إحنا صارت يا أخي بدنا هز فظيع يا أخي وإلا بعدين علينا الدبار والعار ما في فيوم نكون مهديين بإذن الله حقا أجل مهدي ما جاش المهدي
كله زي بعضه، هيتحقق الوعد والأمل بإذن الله تعالى. هذا منطق الله، هذا منطق سنة الله في الكون. مش أمة زي هذه تنتظر مهدي يعوضها إيش ما شاء الله بأس الزمان، يعني ويحرق المراحل أو يقوم بالنيابة عنها بكل شيء. عمر ما حصل يا جماعة. أنا قلت لكم في الدرس السابق، رسول الله لما مات وين كان الإسلام؟ يدوب انتشر في الجزيرة العربية، مش كلها بالكامل لسه، يدوب يدوب ومبعضع على خوف، كلهم على خوف، داخلين على خوف، هم خايفين النبي أنه إيه بسط سلطانه. وأول ما توفي انقضوا بدهمش، بطلوا. هتقولي آه عجيب، طب مين اللي فتح الروم وفارس كذا؟ هقول لك إيه، أصحابه خلفاؤه. مراحل هذه حبيبي، وهو نبي. الله ما قال بدي أعطيك وعد إنك أنت تعيش وتموت في 30 سنة هذول 23 سنة وخلاص تكون الأرض إيه عمها الإسلام. لا الله ما أعطوه شيء، لا 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 لا، بس أنت عملت اللي عليك، بارك الله فيك، يلا مع السلامة، غيرك بده يكمل. وجاء أبو بكر وكمل، وعمر وكمل، وعثمان كمل، وعلي حاول يكمل لكن أفشل بالصراعات الداخلية إلى آخره. وبعدين بدينا إيه نكمل، نتراجع، نترى نحو بهذه الطريقة اللولبية هذه، إلى أن صرنا إلى ما صرنا إليه. هذا سنة الحياة وأنا صحيح. والنبي قال، قال في نبي حتى يبعث ليس معه أحد. في نبي يعني بلغتنا بسيطة غلط نقولها أدبا مع الأنبياء، يعني تقول أفشلوا، مش هقول فشل، هم أفشلوا بعنادهم باستعصائهم الدين الروحي. في استعصاء بسميه استعصاء، في استعصاء في علم الطب انه مرض خلص بسموه المرض العضال، المرض العياء، مالوش علاج، مالوش خط رجع انتهى خلص، يعني المصير بسموه المآل تبعه الهلاك، حيموت صاحبه. بروجنوزس. في كذلك امم زي هيك، امم عندها استعصاء روحي مش قابل للاصلاح ولا ما في، في اشخاص برضو زي هيك. ايش رايك هتقول لي في 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 اشخاص غير قابلين للاصلاح وبسموه في علم النفس ايش؟ طيب هذا الشخص بسموه الشخص ضد المجتمع، الانتي سوشيال بيرسوناليتي، الشخصيه ضد الاجتماع، او بسموه ايه سايكوبات. حدثت عنه 100 مره. السايكوبات علماء النفس يقول لك لما تشوف واحد سايكوبات تقول له السلام عليكم من اول طريق، لا تنصحه لا تؤمره ولا تنهاه، ما بينفعش. حتقول لي انا نصحته وبكى، بكى ايه بكره بدبحك بالسكين، كذب، يبكي من عيونه، من عيوني. قال لك السايكوبات يفرط في زوجته، في عرضه، يفرط في اولاده، ممكن يموتوا قدامه بسبب الجوع، يبكي بعينيه وقلبه، يقول لك ما يحزنش، ما عندوش ضمير. السايكوبات مخلوق هيك، يعني في بشر يولدوا ما عندوش مثلا ايش هذا بسموه الجسم ايه الثفني، هذا اللي هو ايه اللي يصل بين فصي الدماغ، هو هيك في نقص يا حرام عنده، فبصير عنده تبلد في المشاعر، ملوش عرش وبفهمش وبقدرش يستوعب الاشياء بسرعه، هو هيك ناقص. وفي ناس في المستوى السيكولوجي يولد ما عندوش ضمير. انا بتولد في حياتي بواحد من هؤلاء جنني، بعدين فهمت السيكوبات، عرفت كيف اتعامل معها، شيء فظيع لا تتخيله، شيء فوق التصوير يا جماعه. وفي درجات انا بعتبرها بصراحه مش سيكوباتيه ولكن قريبه منها، لا بكون السيكوبات بس بكون النصب والدجل في حياته اللي تشربه وتعلمه أدمن عليه، ويعني يصير منه مصر الدم في العروق، وبصير الشخصية ثلاثة أرباع سيكوباتية ومش داعي حاله، وبتكلم باسم الوفاء والصدق والأمانة وكذا، هو العياذ بالله شيء فظيع، ويد تسبح ويد تذبح ومش داعي حاله، وبضل يعتقد أنه هو لا نظيف ورحيم وصحيح، هو مش زي هيك هو، لا لو شوف. على كل حال، ففي حالات استعصاء، في حالات احنا الحمد لله أمة لا تستعصي ان شاء الله، وبالعكس انا بقول لك امتنا هذه يعني قديش انا يائس مرات ومحبط، وبعرف والله العظيم عندها قابليه للخير مسكينه الامه هذه. يعني انا الان على فكره سخطي وغضبي وغضبتي وثورتي مش على العوام، بمقدار ما هي على العلماء وعلى المشايخ والدعاء والله العظيم، لانه العوام هذول دائما يصرون على ان يترجموا حرصا غير عادي على الدين يا حرام، وبدهم اي واحد يتكلم يتبعوه ويخطفوا له ويسقفوا له. وشوف الفضائيات هذه اصبحت اكبر دكان ناجح.